الدار نروح نقرقيح صيح قلقع على القرقيعان يطول حرف الواو حرف حلوة كشف يستطيع أن كموروث شعبي لا زال قائما لدى البصريين ولدى الأطفال في محافظة البصرة. يسمى قرقيعان لارتباطه والارتباط وقرب محافظة البصرة من الدول الخليج التي تسميه أيضا القرقيعان. طبعا أما في المناطق الوسطى طبعا في العراق في المحافظات الوسطى يسمى الماجينة.